تخصص العلوم أعتقد صف خامس عن طريق مسابقة موهوب، دلني عليها أستاذ العلوم عشان كنت من الطلاب المميزين، فشاركت فيها الحمد لله وجبت درجة كويسة وتأهلت للدورات الأساسية. كان الموضوع غريب، يعني إنه ياخذوك من مدرستك بباص وبعدين تروح مدرسة ثانية وتدرس شوية وبعدين ترجع بيتكم، فكان الموضوع تجربة جديدة ومثيرة. فدرسنا فيزياء وكيمياء هذيك الدورة، جبنا درجات كويسة الحمد لله. بعدين رحت أول ملتقى لي كان في الجبال، كان نهاية 2019، كان في ما أفتكر اسم الجامعة بالضبط، بس يعني كانت أول مرة أسافر لحالي، فكان يعني شوية بكيت شويتين يعني أنت عارف لحالك كذا. بس يعني الجامعة كانت يعني مكان كبير، وأفتكر كنا نصحى الصباح بدري عشان نروح للباصات. مرة زميلي يقول إنه راح علينا الباص، فرحنا مشي، والمسافة طويلة مرة عشان كذا يجيبون باصاته وكذا. هنا يعني المكان أحسن فيه، يعني حتى إذا راح عليك باص في باص ثاني يقدر يعني يمر يرجع عليك مرة ثانية ياخذك الكلاسات. يعني تعودت على الموضوع شوية، يعني هو لازم تعود تصحى بدري الصباح، وعشان هنا لازم تذاكر، يعني لازم تقلل اللعب شوية، ترجع السكن تذاكر، مو بس طول وقتك لعب زي البيت. الأكل يعني الحمد لله موفرين لكاست، يعني أنواع مختلفة من الأطعمة. الملابس يعني جزاها خير الوالدة، جزاها الله خير الوالدة، حطت لي يعني ملابس كثير في الشنطة. هو بس عشان ضغط الدراسة شوية، بس المكان هنا حلو وكبير، يعني ما تخيل حجمه إذا أول مرة سمعت عن المكان. مستغلين المساحة بطريقة جيدة جدا، يعني مباني يعني كبيرة، تقدر يعني تستعمل مساحة أكثر من أي مبنى ثاني يمكن بيستعمل المساحة الداخلية اللي فيها، وأنه مدينة يعني مستقلة، يعني تقدر تعيش من الأشياء اللي جوا كاست بس بدون ما تطلع برا، أو يعني هم يستوردون أشياء جوا كمان عشان ما تحتاج تطلع برا، كل شيء موجود جوا كأنها مدينة الحالة كذا. غير أني تعلمت أعتمد على نفسي عشان الملتقيات، أنك تسافر تعيش لحالك، استفدت من معارف علمية كثيرة جدا من المواد العلمية اللي درستها، من الأحياء الكيمياء الفيزياء، تعرفت على أصحاب من تخصصات كثيرة، يعني كذا تمشي تلاقيك معلومة على الطائرة وهم يسافرون كذا. مرة الملتقى الماضي خلصت مذاكرة نمت، اشتغل منبه طفيته، اشتغل منبه ثاني طفيته، صحيت الساعة 8، الحصة تبدأ متى؟ الساعة 8، صحيت كذا مستعجل، قمت وضيت صليت لبست نزلت جري على الحصص، وصلت 28 دقيقة. يعني شوف كمان انك تودع الوالد كمان وانت هناك كذا شايفه يسوي لك مع السلامة وبعدين يروح وانت في الغرفة لحالك كذا، وكمان لسه ما وصل زميلي في السكن وقتها فكذا لحالك بس. شوف لسه ما حددت الحين، يعني في اختيارات كثيرة، بس يعني عندي اهتمام كذا فضول في الفضاء، يعني مكان غير كوكبك الأصلي كذا، يعني مكان ما في ناس كثيرين راحوا له بالفعل، يعني فيمكن رائد فضاء يكون حاجة مثيرة للاهتمام.